عشبة 25 جويلية هي جاية من رحم الشعب التونسي، على خاطر جبهة 25 جويلية خرجت يوم 25 جويلية وهي مساندة لقرارات رئيس الجمهورية في القرارات اللي خذاها، معناها إيقاف نزيف الفساد والإجرام في تونس. 25 جويلية هي فرحة عارمة كانت، جابت جميع ربوع الوطن من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وكانت الناس بالحق محتفلة احتفال شعبي. يعني اليوم جابت 25 جويلية هي الشعب، احنا مواطنين معناها اجمعنا حب الوطن بعيد على على المحاصصات الحزبية، وعلى خاطر نحن أولاد الحموم الشعبية والمناطق الداخلية. رينا أنه السياسات اللي جات معناها تعاقبت في تونس طيلة 10 سنوات هي أضرت بالبلاد، وبالعكس أعز في نفسنا أنه بلادنا قاعدة تولي خايبة على العيشة فيها، ونشوفوا في شباب محرقة ألور لا كالتراكمات هيك الكل خلقت بما يسمى أحرار هذا الوطن من شباب، كونا مجموعة معناها يترأسها الأستاذ صابر بن عمار المحامي وفي إطار قانوني كذا، فهمت؟ وكان لنا عظيم الشرف بتنظيم 3 أكتوبر العظيم اللي حسب وزارة الداخلية تقول أنه 1,800,000 تونسي خرج للاحتفال. هذا هو معناها واليا دخلنا في مساندة رئيس الجمهورية وإصلاح ما أفسده الفساد. احنا شوف، احنا رئيس الجمهورية دعا في عديد المرات وقال أدعو المواطنون الأحرار، المواطنون الأحرار للتصدي للمفسدين في كامل كامل، ما قالش قال المواطنين الأحرار، معناها المواطن اليوم من حقه في التشاركية، اليوم من حق المواطن الفاسد ولا المسؤول اللي أضر بمنطقته ولا بجهته اليوم كان عليه حصار حزبي وأمني وإكسترا، ونعرفوا العوامل الكل تخلي إلى المواطن ما ينجمش يوصل حقه، معناه ما ينجمش يشهر بالمفسدين. اليوم المواطن يعرف ما إليه وما عليه، ويعرف الهدف نتاعه وسبب تعطيل كسوة المشاريع في منطقته ولا في الكسوة الاجتماعية ولا الاقتصادية ولا الثقافية. اليوم عديد الشباب في عديد المناطق نفسوا الحرية وقاعدين يمدوا كسوة في مكتب الضبط في رئاسة الجمهورية ولا في رئاسة الحكومة ولا حتى في وزارة الداخلية. قاعدة شفنا عديد الملفات الفساد اللي خرجت من أروقة المحاكم ومن أدراج المعتمديات والولايات، واليوم قاعدة تتحط على الطاولة للمحاسبة. عرفنا معناها من يوم 25 جويلية إلى حد 6 فيفري عرفنا وفهمنا أنه المجلس الأعلى للقضاء هو معناها ماهوش مجلس قضائي مستقل، ماهوش قاعد يخدم في المواطن، قاعد يخدم في لوبي مشبوه فيه عديد القضاة المشبوهين. ألور لا عرفنا أنه ما نجموش، لا يمكن لتونس أن تتقدم ولا أن تزدهر في ظل قضاء مشبوه. ألور لا دعينا، بالعكس رئيس الجمهورية دعاهم عديد المرات للإصلاح وزاد معناها ضيفهم في القصر، لكن هذم اليوم ما اختاروش أنهم يكونوا في صف الشعب، واختاروا أنهم يكونوا في صف رجال الأعمال المشبوهين والأحزاب السياسية الفاسدة. ألا رئيس الجمهورية لبى مطالب الشعب وأعلن حل المجلس، مجلس الأعلى للقضاء شفويا، والبارح معناها في ساعات متأخرة من ليلة 5 جويلية 5 فيفري و 6 فيفري معناها البارح 7 فيفري رئيس الجمهورية ينزل مرسوم قانوني بحل هذا المجلس. عمادة المحامين وما أدراك ما عمادة المحامين اليوم أقرت بوجود فساد في صلب المجلس الأعلى للقضاء، ومعناها وعندها عديد المقترحات كسوة في محامين لدى التعقيب وسيتم الحاقهم بهذا المجلس. وهذا هو معناه اليوم قاعدين نشوفوا انه بالحق مع الندوه الصحفيه اللي عقدتها اليوم هيئه الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرامي، قاعدين نشوفوا في تقدم كبير وملحوظ، وبالحق معناه ماشيين نحو المحاسبه ولا غير المحاسبه. لهذا من اهم مطالبنا ومطالب جبهه 25 جويلية.